البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لبسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. میں درخواست کروں گا پاس بیانی سے دعائے کمیل کے لیے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته
حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي غلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. أمطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسرد
وسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا جن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانية وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به
من أخلاد معانديك أجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك
ربك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا ناظرین اور سامعین اب میرے ٹی وی پر یہ پروگرام ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے زینب یعنی جرسی سے مجلس شہادت جناب فاطمۃ الزہرا کے سلسلے میں زینب یعنی جرسی میں یہ پروگرام واقع ہو رہا ہے جس کو اسپانسر کیا ہے ڈاکٹر رضوی نے آج کی خصوصی مجلس شہادت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے علامہ ڈاکٹر ستاور سندر علی صاحب کو جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ امتیازات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے اور اس کے علاوہ مجلس کے اختتام پر انجمن نوجوانان علی اکبر نیو جرسی اور تلنجی ماتمی دستہ نیو یارک اور نہری ماتمی گروپ بھی یہاں پر پوسا دیں گے میں درخواست کروں گا الاباما سے تشریف لائے جناب شان جعفری سے کہ چند حمات سلام کے پیش کریں چلو سلام کریں ایسے آستانے کو چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زبانی کو محمد و آل محمد سلام جناب سیدہ سے ریلیٹڈ سلام پڑھ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین
لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین بل محمد و آل محمد صلوات کے جواب
سيدا کہتے ہیں سیدا اور یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈل کے آیا ہے تطہیر بن گئی چشم نبی کے خواب بارے دیگر سر بات چند اشعار ہیں جناب شاہ صاحب کے سلام سے زخم ہنر سے ٹپ کے نہ اگر خون جگر زخم ہنر سے تحریر شناسا نہیں ہوتی ہے اثر سے کپ کے نہ اگر خون جگر زخم ہنر سے تحریر شناسا نہیں ہوتی ہے اثر سے تطہیر سے زہرا کو ہے وہ نسبت خوش رنگ خوش رنگ اجالوں کو جو نسبت ہے سحر سے خوش رنگ اجالوں کو جو نسبت ہے سحر سے ٹپ کے نہ اگر خون جگر زخم ہنر سے تحصیل جنا خواب ہے باوصف امر بھی توثیق شفاعت نہ اگر ہو تیرے گھر سے توثیق شفاعت نہ اگر ہو تیرے گھر سے ٹپ کے نہ اگر خونے جگر زخم ہنر سے آنکھوں سے جو دیکھے تیری پاپوش کی عظمت گر جائے ابھی اوجے سریا بن نظر سے ابھی اوجے سریا بھی نظر سے ٹپ کے نہ اگر
خون جگر زخم ہنر سے اس شخص کی بینائی میں دانائی نہیں ہے بھئی ہر شخص کو دیکھے جو شہاب ایک نظر سے رب کے ناگر خونے جگر زخم ہنر سے تحریر شناسا نہیں ہوتی ہے اثر سے ٹپ کے ناگر سورہ فاتحہ چار بند کی زحمت ہے مرسی دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر پگا دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر پگا پلائے سر کو پیٹ کے زینا کے میں سر کو پیٹ کے زینا کے میں نساں آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح کرا کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنجولا میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے رسول خدا کی دہائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر پگا میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین شو اٹھاؤ سر کو کے آئے ہیں اما جان ہم کو نہیں ایک پر بچے اما جان ہم کو نہیں ایک پر بچے جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین پہلے ہی ہم دکھی ہے نہ ہم کو رلائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے لپٹ کے کرتے تھے
حسنین جالب ناداں روتے ہوئے شاہ مشرق دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور بچوں کو بولے شہ دلاسا بچوں کو بولے شہ دلاسا بچوں کو بولے شہ چاروں نہ رو جان میری نکلی جان سدا بطول کے رونے کی آتی ہے زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حضیر آقا کفان پہنانے لگے بادشاہ دی آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے گئے دونوں وہ نازنی ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنی آئے جاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر کفن سے نکال کر دنیا سے جب گزر گئی میری ٹی وی کے ناظرین اور زینب جی کے سامعین آج کی خصوصی مجلس شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے المیری ٹی وی سے وطن سے دور ہم وطنوں کے پروگرام ایپیسوڈ نمبر 28 پر آپ کے سامنے حاضر ہے. ٹاپک ہے امتیازات سیدہ فاطمہ زہرا. مجلس کے اختتام پر نیو جرسی کے